طبعا هذه الأحداث تؤثر على إمكانية التحقيق وعلى إمكانية أنه يتم التحقيق والقضاء عادل، وبكل تأكيد هذا سيطرح في المحافل الدولية. ولهذا السبب ما نراه من عمل شغب يعزز كل من يدعو إلى محاكمة هؤلاء. هذا هو التناقض الموجود هنا. بأفعالهم هم يعني يؤدوا إلى إمكانية أكبر بأن تتم المحاكمة دوليا وليس فقط محليا. بالنسبة لسؤالك عن سدي تيمان، نعم نعم كان هناك قرار لإغلاق سدي تيمان. حتى هذه اللحظة بن غفير لم يقم بالخطوات اللازمة لإغلاق هذا المحل، نعم لأنه ليس هناك بديل. نتحدث عن كمية كبيرة جدا من المعتقلين الفلسطينيين، والسجون مليئة، ليس هناك محل في السجون للسجناء الفلسطينيين الآخرين، ولهذا السبب ليس هناك إمكانية هذا لإغلاقهم يشجع يا لؤاب على الإفراج للمدنيين العزل الذين اعتقلوا من جانب إسرائيل وهم فقط لأنهم مدنيون فلسطينيون يعني. ورأينا ذلك قبل كم من أسبوع عندما كان هناك الإفراج عن 50 أسير سجين فلسطيني، بينهم مدير مستشفى الشفاء، مجمع الشفاء الطبي، نعم وهذا أثار ضجة كبيرة في إسرائيل لعدم قدرة الجهات الحكومية الوصول إلى صيغة متفق عليها. هذه الحكومة هي حكومة فاشلة، لا تستطيع أن تقوم بالواجب للأسف الشديد، وهذا مثل آخر على الوضع الصعب الذي وصلنا إليه. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الحكومة متماسكة، لها أغلبية في البرلمان، لا نرى ولا نعرف كيف ستصل إلى نهاية أيامها، وكلنا أمل أن هذا سيحدث بأسرع وقت ممكن. هل الآن ما يشهده الجانب الإسرائيلي هو حرب أهلية كما وصفته أكسيوس؟ وهل هو يؤثر على البنية الداخلية الإسرائيلية طبعا تأثرا بعوامل أخرى جبهات أخرى؟ هي بالفعل بوادر لحرب أهلية، لأنه هكذا تبدأ الحروب الأهلية. هذا ما رأينا في لبنان، هذا ما رأينا بالسابق بالدول الأخرى. هذه بوادر لحرب أهلية، عندما فئة معينة أو فئات في المجتمع لا تقبل النظام الموجود وهي تحاول الانقلاب عليه، وهذه المرة يعني هذه المحاولات تأتي من نفس الحكومة. هذه حالة صعبة جدا، ونرى أن الصراع لم ينتهي بعد، ولكن بوادر الحرب الأهلية موجودة. ومن هو يستعمل العنف هنا؟ هو اليمين التي في حوزته أيضا أسلحة، والهدف هو واضح: الإتاحة بالنظام الديمقراطي وسيطرة الشريعة اليهودية. وهذا يشمل أيضا تواجد مختلف تماما تجاه الفلسطينيين، ليس في هذا أي بشرى سارة للطرف الفلسطيني، وإنما عكس ذلك. يعني الحكومة تنقلب على نفسها بميليشيا مسلحة.